طب هنتكلم في الدرس النهاردة عن الهيدروستاتيك فورسز على البلين سيرفيس. فاحنا هنتكلم على بلين سيرفيسز، وهنبدأ بالحالة البسيطة خالص اللي هي الهوريزونتال سيرفيس. طيب لو احنا عندنا فلويد بالشكل ده، والفلويد ده جواه سيرفيس كده، ففي فورس بتأثر عليه، بريشر فورس. طيب الفورس دي بتساوي ايه؟ هتساوي البريشر في الاريا، ليه هتساوي رو جي اتش في الاريا. مؤقتا دلوقتي هنتجنب الاتموسفيريك بريشر، لان كده كده مش هيدخل معانا في المسائل وهبقول ليه، بس راح بنتكلم على الضغط بتاع الفلويد، فالفورس بتاعته هتساوي رو جي اتش في الاريا. طيب الفورس بتعرف بثلاث حاجات: المقدار والاتجاه ونقطة التأثير. فالفورس هنا كمقدار هتساوي رو جي اتش في الاريا. طب اتجاهها بيبقى فين؟ دايما اتجاهها نورمال على السيرفيس وللداخل. اتجاه الفورس دايما نورمال على السيرفيس للداخل. كده هتبقى حاجه واحده في حاله الهورزونتال سيرفيس، وهي نقطه التاثير. فنقطه التاثير اللي هي بوينت اوف اكشن هي هتبقى عند السنترويد او عند مركز الثقل بتاع السطح، وده طبعا لان الضغط هنا متوزع بانتظام، لان النقط كلها عند نفس الليفل، فبالتالي بوينت اوف اكشن في الحاله دي هتبقى عند السنترويد. نيجي ناخد بقى الحالة الأصعب شوية، وهي الـ inclined surface. لو جينا برضو نرسم التانك بتاعنا كده، وخدنا المرة دي سطح مايل بالشكل ده، هنلاقي هنا ايه؟ هنلاحظ هنا ان البريشر بيتغير عند كل نقطة. ليه؟ لأن الإليفيشن نفسه مش ثابت، ارتفاع كل نقطة عن السطح مش ثابت. يبقى الفورس في الحالة دي هتساوي integration رو جي اتش دي اريا، هتساوي الانتجريشن بتاع الفورس على السطح ده طبعا مع تغير الاتش. الاتش هنا هيبقى متغير. طيب لو احنا سمينا، عملنا امتداد للسطح ده كده لحد ما قطع فري سيرفيس عند نقطة هنسميها نقطة O، وقلنا الدايركشن ده هنسميه واي، وده اتجاه واي، والزاويه دي هنسميها سيتا. يبقى اتش هنا المسافه الرأسيه على السطح هنا بتساوي ايه؟ بتساوي واي ساين سيتا. يبقى نعوض كده في القناه، نساوي انتجريشن رو جي واي ساين سيتا دي اريا، دي هتساوي رو جي ساين سيتا انتجريشن واي دي اريا. كنا خدته قبل كده في الميكانيكس حاجه اسمها السنتر اوف اريا واي سي، يعني الواي كوردينت بتاعه السنتر دي كانت بتساوي انتجريشن واي دي اريا مقسوم على الاريا. وبالتالي ممكن نعوض عن الانتجريشن واي دي اريا باستخدام السنتر اوف اريا. يعني في الحاله دي الفورس هتساوي رو جي الواي بتاعت السنتر ساين سيتا في الاريا. الواي بتاعت السنتر مضروبة في الساين سيتا، دي بقت الارتفاع الفيرتيكال بتاع السنتر، فده هتساوي رو جي اتش سنتر في الاريا. ده كده القانون اللي انت تبقى حافظه بتاع الفورس على الانكلايند بلين. طيب طب احنا كنا قلنا الفورس اتعرف بايه؟ بمقدار واتجاه ونقطة التأثير. ده كده المقدار، تمام. طب الاتجاه فين؟ نورمال على السيرفيس، نفس الكلام بالظبط، وللداخل. يبقى لو جينا فوق هنا هنلاقي الفورس مثلا
اتجاهها بالشكل ده بالمقدار اللي احنا قلناه. طب نقطة التأثير بتاعتها بتساوي كام؟ يعني لو انا خدت المسافة دي سميتها واي بي، تمام، المسافة دي هتبقى قد ايه بالظبط؟ عشان نعرف اجابة السؤال ده فانا هاخد المومنت عند نقطة O، هاخد المومنت عند نقطة O اللي هي التقاء السطح، امتداد السطح مع الفري سيرفس. يبقى انا خدت سميشن المومنت عند نقطة O، المفروض هستنتج منه ايه؟ ان المحصلة اللي هي الفورس، البريشر فورس هنسميها اف بي، المحصلة اف بي في المسافة واي بي، فجاي نكتبها المحصلة اف بي في المسافة واي بي، المفروض ده هيساوي انتجريشن لو انا خدت كل اليمنتال فورس اللي هي رو جي اتش، او نخليها رو جي واي ساين سيتا، واضربها تاني في المسافة واي، يبقى دي الفورس اليمنتال فورس واضربها في المسافة واي دي اريا. يعني لو خدت كل فرصة صغيرة كده ضربتها في دراع العزم بتاعها وجمعتهم على السطح، المفروض ده في الاخر هو يساوي المحصلة في المسافة واي بي، تمام. طيب يبقى من هنا هنستنتج ان اف بي واي بي هتساوي رو جي ساين تيتا انتجريشن واي سكوير دي اريا. طيب واي سكوير دي اريا ده برضو كنت خدته قبل كده في الميكانيكس، ان هو بيساوي حاجة اسمها second moment of area اي اكس، و كان بيساوي انتجريشن واي سكوير دي اريا، ده second moment of area ولكن حوالين نقطة او، تمام. اللي انت قايس واي، واي دي انت قايسها او واخد الريفرنس بتاعك من نقطة او، والعزوم كنت واخدها حوالين نقطة او. كان في حركة بنعملها ان احنا ممكن ننقل المحور الدوران اللي بنحسم عنده السكند مومنت في اريا من نقطة O للسنتر، فاي اكس عند السنتر بتساوي اي اكس او، ده قانون كنت اخدته قبل كده، زائد الواي بتاعة السنتر سكوير في الاريا. يبقى نعوض عن اي اكس او، نعوض عنها الاشارة دي هتبقى نيجاتيف، فنعوض عن اي اكس او في القانون بتاع الفورس، هيطلع لي ان الواي بي في الاخر هتساوي الواي بتاعه السنتر زائد اي اكس سي اوفر واي سنتر في الاريا، وده القانون اللي بيحدد نقطه التاثير على الانكلاين سيرفيس. طيب هنلاقي في القانون ده، هنلاقي في القانون هنا ان الواي بي اكبر من الواي سي. يعني لو رجعنا الرسمه هنا وقلنا ان الواي سي هي مسافه بتاعه السنتر، هنعملها كده مثلا، هنلاقي ان واي بي تحتيها كمان. طب ده بيحصل ليه؟ لان البريشر كل ما بتنزل لتحت كل ما بيزيد، فبالتالي طبيعي المحصلة بتاعت البريشر فورس تميل اكتر للجزء اللي عليه بريشر اعلى، عشان كده بتنزل ما بتبقاش عند السنتر بالظبط، لا هي بتنزل شوية وبتميل ناحية الجزء اللي فيه توزيع بريشر اعلى. طب ده كان كده واي بي. في احداثي تاني للسنتر اوف بريشر في اتجاه اكس، اتجاه اكس هو العمودي على الصفحة، يعني لو ده اتجاه واي فاتجاه اكس هو العمودي عليه داخل الصفحة، فطبعا لو الشكل سيمتري فبريشر ديستريبيوشن هيبقى متساوي، فساعتها الاكس بي هيبقى بصفر، يعني هو هيبقى على المحور بالظبط بتاع الشكل. ولكن لو الشكل ده مفهوش سيمتري فساعتها الاكس بي هيميل اكتر للجزء اللي فيه مساحة اكبر. يعني لو جينا مثلا ناخد فيو تاني للسطح ده بالشكل ده، كان نرسمه كده السطح اللي هو ممتد للصفحة، لو جينا نقول مثلا ان السطح ده بدل ده كده سيمتريك، فالواي بي خلاص عندنا مثلا الواي بي هنا، الاكس بي هتبقى بزيرو. طب لو قلنا السطح بالحاجة بالشكل ده مثلا، ده كده شكل مفهوش سيمتري، نرسم كده مثلا ده كده خط بتاع اكس مثلا تساوي زيرو، وعندها دي نقطة واي بي، هتلاقي البريشر بيميل ناحية المساحة الأكبر، يعني هتلاقي هنا الإكس بي. طب ده حصل ليه؟ لأن أنت هنا مساحة الأريا هنا أكبر من الأريا هنا،
فبالتالي الفورس بقت متوزعه اكتر في الجزء ده، فتلاقي الاكس بي حصل فيها شيفت. فنفس الكلام بنفس الطريقه بالظبط عن طريق المومنت نقدر نوصل لقانون ان الاكس بي هيساوي هذا بيساوي اكس سي بلس اي اكس واي عند السنتر على واي سنتر في الاري. لك عادة في المسائل ما بنحتاجش قوي موضوع الاكس بي، والدكتور شرحه في المحاضرة، ولكن يعني في الغالب التعامل دايما بيبقى مع الواي بي. طب في ملحوظة لازم ناخد بالنا منها، انه الواي بي والواي سي والاتش سي واي مسافة انت بتقيسها دايما هي ميجرد من الفري سيرفيس، دايما انت بتقيسها من الفري سيرفيس. طيب دي الملحوظة الأولى. الملحوظة التانية، الاتموسفيريك بريشر عادة في المسائل بتاعتها بيتكنسل، يعني مثلا بيجيلك دايما المسألة حاجة بالشكل ده. بيقول عايز احسب الفورس على السيرفيس ده، فلما يجي يحسب الفورس على السيرفيس ده بتلاقي بريشر الاتموسفيريك بيأثر من الاتجاه ده، وتلاقيه برضو بيأثر معاك من الاتجاه ده، فبالتالي بتوقع بس تأثير الفلويد. عشان كده دايما بتلاقي الاتموسفيريك بريشر مش موجود عندها خالص في القوانين، ومتلخبطش بيه نفسك. الملحوظة التانية هي ملحوظة الديفرنت فلويد، يعني لو انت عندك حاجة بالشكل ده مثلا، وعندنا هنا فلويد تاني مختلف، تمام. بنتعامل مع الحالة دي ازاي؟ بنعوض فلويد بدلالة التاني، بمعنى انا عندي رو جي اتش بتاع فلويد مثلا واحد بيساوي رو جي اتش بتاع فلويد اتنين، يعني ممكن اشيل الفلويد مثلا اللي بالاحمر ده وعوض عنه بطول مكافئ من الفلويد اللي هو بالاسود، ويبقى المسألة كلها بالفلويد اللي لونه اسود، او العكس اقول الفلويد بالاسود ده اعوض عنه بطول مكافئ يديلي نفس تأثير الضغط بتاع الفلويد اللي هو بالاحمر. فالمفروض في المسائل اللي بيبقى فيها فلويدز مختلفة بتأثر على السطح بعمل ايه؟ بعوض فلويد مكان التاني، تمام، واجيب بقى الطول المكافئ ده، يبقى عندي خلاص المسألة دي بتتحول لحاجة بالشكل ده. ويبقى ده الفري سيرفيس بتاعي اللي انا بشتغل منه، يبقى دي الفري سيرفيس، دي نقطة O، وده كده اتجاه الواي، وده كده اتجاه الاتش، وكل حاجة. يبقى الفري سيرفيس بتاعك مش هو اللي عندك في المسألة، انت لازم تحول فلويد لطول مكافئ من التاني وتجيب فري سيرفيس جديد تشتغل عليه. طب دي كده كل الملاحظات اللي موجودة في بلين سيرفيس. نبدأ نحل شوية مسائل في الشيت. لكن قبل ما ابدأ حل المسائل، دي صفحة موجودة في المرجع فيها الـ IXC وفيها الـ IXYC لكل شكل من الأشكال اللي ممكن تجيلك. فلو الشكل ده مثلا مستطيل، فنلاقي هو هنا طبعا محدد لك السنترويد مكانه فين، هيبقى في السنتر بالظبط. الـ IXC مديلك القانون بتاعها، هو 1/12 في المسافة B، تمام، ودي المسافة اللي دايما بتبقى موازية للمحور اكس. يبقى تاخد بالك الواحد على الاتناشر في المسافة اللي هي من غير باور دي بتبقى المسافة الموازية لمحور اكس، والمسافة اللي بتبقى في اتجاه واي بتبقى دايما مرفوعة لباور ثري. دي الوحيدة اللي تبقى حافظها، ال IXC بتاعت المستطيل دي تبقى حافظها، لان دي اكتر شكل بيجي ومش لازم يكون جيفن لو جالك في الامتحان. ال IXYC طبعا بتاعه بزيرو لانه سيمتريك. طب بالنسبة للدايرة هديلك ال IXC بتساوي باي ار باور 4 اوفر 4، ملناش دعوه بالاي واي سي دي خالص. طب الاي اكس واي سي برضو زيرو لانها سيمتريك، لو نص دايره برضو سيمتريك، الاي اكس واي سي بزيرو، الاي اكس سي برضو ادالك القيمه بتاعتها، المثلث برضو هتلاقي بدات الاي اكس واي سي تظهر معانا،
وهكذا. انت لو جالك شكل غير مستطيل في الامتحان هجيلك داتا شيت زي دي فيها الاي اكس سي والاي اكس واي سي وكل حاجه انت هتحتاجها. الحاجه الوحيده بس اللي تبقى حافظها هي الخاصه بالمستطيل اللي هي 1/12 في الموازي الاكس في العمودي على الاكس باور كيوب. طيب هنبدا هنا في الشيت. ده مسألة رقم 1. هنلاقي في مسألة رقم 1 عندي بوابة بالشكل ده طولها 5 متر والبوابة دي بتحجز شوية مية ارتفاعهم دي. طبعا البوابة دي في وضع اتزان ما بين الهيدروستاتيك فورس اللي بتأثر بيها المية وما بين الفورس اللي في الحبل ده اللي هتساوي برضو 2500 كيلو جرام. والاتزان ده حصل عند زاوية 60 درجة. هو عايز يعرف ارتفاع المية اللازم عشان يحصل الاتزان. طيب لو انا خدت البوابة دي بالشكل ده كده تمام، يبقى عشان يحصل عندي اتزان يبقى عندي الفورس 2500 كيلو جرام، وعندي كده الفورس بتاعت البريشر، وعندي الهنج المفروض في رياكشن في الهنج. انا عشان اخلص من الرياكشن في الهنج اخد سميشن المومنت حوالين الهنج، ده بيساوي زيرو في حالة الاتزان. يبقى ساعتها عندي الفورس بتاعت البريشر في المسافة دي. المسافة دي قد ايه؟ لو جينا على الرسمة هنا هنلاقي المسافة دي، طيب احنا هنسميها دلوقتي مؤقتا L مثلا، المسافة L هتساوي الفورس 2500 في جرافيتيشنال اكسلريشن في المسافة 5 متر. طيب ال L دي لازم اربطها بال YB، يعني لازم يبقى مجهول عندي ال F. دايما اي مسألة تعمل فري بادي دايجرام وتحط الفورسز بحيث المجهول عندك يبقى ال FB البريشر فورس والواي فورس، يعني تحاول ابعادك تظبطها بحيث يبقى المجهول عندك الواي بي. طب ايه علاقه ال L بالواي بي؟ لو جينا تاني على الرسمه هنا هنلاقي دي مسافه L اللي احنا قلناها. المسافه المايله دي قد ايه؟ هي عباره على دي على ساين ثيتا، يبقى المسافه دي هي دي اوفر ساين ثيتا. يبقى واي بي بتساوي كام؟ احنا قلنا واي بي دايما بنقيس من الفري سيرفيس تمام. يبقى واي بي هتساوي دي اوفر ساين ثيتا، ده ال ال دي اوفر ساين ثيتا ناقص كام؟ ناقص واي بي. يبقى احنا كده قدرنا نربط ال ال بي الواي بي. طيب بقى بقى ان احنا نجيب اف بي ونجيب واي بي. اف بي هتساوي رو جي اتش سنتر في الاريا، دي هتساوي رو جي الاتش بتاعت السنتر قد ايه. لما بنيجي نتكلم على الفورس الهيدروستاتيك فورسز دايما بنتعامل مع الشكل السبمرجد بس، يعني الجزء اللي هو فوق الميه ده احنا ملناش دعوه بيه. احنا لينا دعوه بس لما نيجي نحسب الاريا، نيجي نحسب ارتفاع، نحسب السنتر اوف اريا، اي حاجه بنتعامل معاها بنتعامل مع الشكل ده فقط، الشكل هو مغمور في الميه، ملناش دعوه بالشكل اللي بره ده تمام. يبقى في الحاله دي لما تيجي تجيب الاتش بتاعه السنتر هتبقى هي المسافه دي اللي احنا عارفين السنتر بيبقى في السنترويد عندنا. المسافه دي هي دي على 2، يبقى رو جي دي على 2 في الاريا، الاريا السبمرجد الجزء المغمور اللي هو دي على ساين ثيتا في الويتس اللي هو قال لي ويتس 3 متر. يبقى الكلام ده مضروب دي اوفر ساين ثيتا مضروب في 3 اللي هو هتساوي رو جي 3 رو جي على 2 ساين ثيتا دي سكوير تمام. وطبعا الثيتا عندي مفيش اي مشاكل. طيب بالنسبة للواي بي دي كانت بتساوي واي سي بلس اي اكس سي اوفر واي سي في الاريا.
الواي سي هنا هتساوي كام؟ دي على ساين سيتا بس على الاتنين، لان انا عايزها لحد السنتر بس، يبقى تساوي دي اوفر 2 ساين سيتا زائد اي اكس سي هي 1/12، البعد الموازي الاكس اللي هو الويتس عندي 3 متر، في البعد العمودي تكيب، في البعد الموازي الاكس في البعد العمودي، البعد العمودي ساعتها هو دي على ساين سيتا، الكلام ده مضروب فيه دي اوفر ساين سيتا كيوب مقسوم على كام؟ الواي سي اللي هي دي اوفر 2 ساين سيتا في الاريا اللي هي دي اوفر ساين سيتا في الويتس 3 متر. ده هتساوي ايه؟ هتساوي في الاخر رقم، هيطلع رقم كونستانت مضروب في دي اوفر ساين سيتا. تمام، هنا دي كيوب مقسوم على دي سكوير، هيطلع دي اوفر ساين سيتا في شويه كونستانتس، تجمعها على دي اوفر 2 ساين سيتا، هيطلع في الاخر كونستانت مضروب في دي اوفر ساين سيتا. تيجي بعد كده تعوض بقى في المعادله اللي عندنا هنا، يبقى الاف بي في المسافه اللي كانت عندنا اللي هي ال ال احنا عوضنا عنها بداله الواي بي، مضروبه في دي اوفر ساين سيتا ماينس الواي بي اللي هي بتساوي كونستانت دي اوفر ساين سيتا، بتساوي كام؟ بتساوي الرقم ده طيب الاف بي قلنا هي كانت برضو بيطلع رقم الاف بي هي رقم مضروب في دي سكوير اوفر ساين سيتا، فهتلاقي الترم ده كله تحول لرقم مضروب في دي كيوب، ده طبعا ساين سيتا معاك ما فيهاش مشكله، بتساوي 2500 9.81. من هنا تقدر تحسب دي. فدايما اي مساله تعمل فري بادي دايجرام، تشوف الفورسز اللي عندك، تحاول الدايمنشنز بتاعتك تظبطها بحيث انها تبقى حاجه بدلاله الواي بي، والفورس عندك بدلاله الاف بي، تاخد المومنت دايما عند الهنج عشان تطير الرياكشنز بتاعته وتبتدي ان انت تحل. هتلاقي المسائل كلها تقريبا ماشيه بنفس السيستم ده. طب نيجي المساله رقم 2، هلاقي ان انا عندي تانك بالشكل ده وفي بوابه على شكل حرف ال متثبته عند هنج عند بي، فالبوابه دي كده فيرتيكال ودي هوريزونتال. طبعا هو في بريشر فورس بتاثر على الهوريزونتال سيرفيس ده، والبوابه دي في سبورت كده بيقفلها، وفي برضو بريشر فورس بتاثر عندي هنا، فالبريشر فورس لو زادت على البوابه دي هيحصل ايه؟ هتبدا البوابه دي تتفتح. هو بيقول لي عايز المسافة H اللي عندها البوابة هتبدأ تفتح، لما البوابة دي تبدأ تفتح الرياكشن على السبورت ده هيبقى ايه؟ هيبقى بزيرو، لان ساعتها خلاص البوابة دي هتبدأ انها تتفتح، فيبقى الرياكشن هنا يتلاشى. فلو جينا نرسم الفري بادي دايجرام بتاع البوابة دي، نطلع حاجة بالشكل ده. يبقى عندنا هنا مثلا دي هنسميها اف واحد، وعندنا هنا اف اتنين، وده الهنج، فالمفروض سميشن مومنت حوالين الهنج هيساوي زيرو. وطبعا ما عنديش هنا رياكشن، لان زي ما قلت لما الباب ده يبدأ يفتح الرياكشن دي هتتلاشى. يبقى اف واحد في المسافة دي، المسافة دي هي عبارة عن ايه؟ هنسميها ال واحد مثلا دلوقتي، والمسافة دي هنسميها ال اتنين. المفروض اف واحد ال واحد بتلتزم مع اف اتنين في المسافة ال اتنين. طيب بعد كده نبدأ نربط المسافات ال واحد واتنين بالواي بي. طيب ال واحد هتساوي ايه؟ جاي نبص هنا المسافة دي كده، هي هتساوي المسافة اتش ناقص المسافة دي اللي هي الحد في فري سيرفيس دي واي بي واحد، يبقى دي هتساوي اتش ماينس واي بي واحد. طب ال اتنين
الاتنين ده سهل قوي، ده كده كده هوريزونتال سيرفيس، واحنا قلنا هوريزونتال سيرفيس البريشر نتيجة التوزيع بيبقى منتظم، فبيأثر فين؟ في السنتر، ومسافة وطول الطول ده 20 سنتي، يبقى الاتنين على طول بمنتهى السهولة هي بتساوي 0.1 متر، اللي هي 10 سنتي. طيب أبدأ أجيب الإف واحد اللي هتساوي الرو جي اتش سي في الأريا، اللي هي هتساوي الرو جي اتش سي واحد بكام؟ المسافة دي هو ادالك المسافة دي 1 متر ودي اتش، يبقى الطول ده اتش ناقص واحد ونقسم على الاتنين، يبقى جبنا كده الاتش سي، يبقى ده اتش ماينس واحد اوفر تو مضروب في الاريا، الاريا اللي هي كام؟ اتش ناقص واحد في الويدث اللي هو جيبن هي 2 متر، يبقى الكلام ده نضرب تاني اتش ماينس واحد في 2، ده هتساوي رو جي اتش ماينس وان سكوير. طيب الواي بي واحد بتساوي كام؟ الواي سي بلس اي اكس سي على واي سي واحد في الاريا، هي هتساوي الواي سي احنا جبناها اتش ناقص واحد على الاتنين زائد واحد على 12، الموازي الاكس هو الويث اللي هو باتنين في العمودي اللي هو اتش ماينس واحد كيوب، الكلام ده مقسوم على اتش ماينس وان اوفر تو في الويث في اتش ماينس وان، هتلاقي هنا في الاخر ده هيطلع لك كونستانت مضروب في اتش ماينس وان، هنا اتش ماينس وان كيوب هتروح مع اتش ماينس وان سكوير، تجمع ال اتش ماينس وان يطلع في الاخر رقم مضروب في اتش ماينس وان، يبقى ال واحد هتساوي مسافة اتش ناقص كونستانت في اتش ماينس وان. نعوض بقى في المعادلة بتاعتنا، يبقى عندنا رو جي اتش ماينس وان اول سكوير، كلام ده مضروب في اتش ماينس كونستانت في اتش ماينس وان، هتساوي الاف اتنين، طبعا الاف اتنين هي رو جي في المسافة دي اللي هي كام؟ المسافة الرأسية دي اتش ناقص واحد في الاريا اللي هي 0.2 في الويدث 2 متر، ده طبعا بتاع الهوريزونتال سيرفيس. هتلاقي في المسألة دي كلها المجهول عندك هو اتش ماينس وان، فانت تقدر هنا تحل وتجيب solve for h. بعد كده ندخل على المسألة رقم 3، في المسألة دي مدي لك تانك بالشكل ده، في بوابة ليها هنج عند سي وبترتكز على الأرض على نقطة دي، قالك المسافة من الهنج لحد سطح المية 2 متر، وطول البوابة دي 2 متر، وادالك الزاوية دي التان سيتا، يعني لو سمينا دي كده سيتا، فقالك ان تان سيتا بتساوي 4/3. تمام، عايز يعرف من هنا ايه؟ عايز يعرف وزن البوابة، عايز يعرف الوزن بتاع البوابة اللي خليها تتزن على الوضع ده. طيب لو احنا جينا نرسم برضو فري بادي دايجرام بتاع البوابة دي، عندي كده ده الوزن، ده الهنج، المفروض يبقى في رياكشن عند النقطة دي، بس برضو الوزن المطلوب علشان يعني يحافظ على الاتزان هو أقل وزن مطلوب هو اللي يخلي مفيش رياكشن، يعني لو في رياكشن عندك كده يبقى الوزن ده زايد، إنما الوزن اللي هو كريتيكال يعني اللي يخلي ما عندكش رياكشنز هنا، ففي الحالة دي برضو مش هيظهر معانا رياكشن عند السبورت، هيبقى رياكشن عند الهنج اللي احنا هناخد عندها المومنت. وطبعا عندك هنا الفورس بتاعت البريشر، وانا متعمد دايما نرسم الفورس بتاعت البريشر بعد السنتر. طيب ناخد سميشن المومنت عند الهنج تساوي زيرو، يبقى الفورس بتاعت البريشر في المسافة دي اللي هي هتساوي كام؟ هنسميها برضو L مثلا، هتساوي الوزن، طبعا هنحلل الوزن في الاتجاه ده، ده هيبقى الويت كوزين سيتا في المسافة بتاعته هو نص طول البوابة اللي هو 1/10. طيب
البريشر فورس هي رو جي اتش في السنتر في الاريا، اللي هي هتساوي رو جي الاتش بتاعت السنتر هي مسافة رأسية 2 متر زائد المسافة الرأسية دي لحد نص البوابة، اللي هي هتساوي واحد اللي هي نص الاتنين في ساين سيتا، يبقى دي هتساوي 2 بلس ساين سيتا في الاريا اللي هي 2 في الويتس بتاع البوابة اللي هو 1.8 متر. طيب يبقى مجهول، يبقى انت كده معاك الفورس دي كقيمة هتطلع كرقم في الاخر، اللي انت معاك السيتا. المسافة ال هتساوي كام؟ المسافة ال اللي هو من اول فورس بتاعت البريشر لحد الهنج هتساوي مسافة 2، المسافة دي هي 2 اوفر ساين سيتا، تمام. المسافة دي من هنا لحد النقطة بتاعت البريشر هي واي بي، يبقى المسافة ال بتاعتك هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن واي بي ناقص 1، عشان انت عندك هنا 1 متر، ناقص كمان 2 اوفر ساين سيتا. طيب يبقى احنا لو جبنا واي بي هنعرف نجيب ال ال، واي بي هتساوي واي سي بلس اي اكس سي اوفر واي سي في الاريا، اللي هي هتساوي الواي سي طبعا هي 2 اوفر ساين سيتا بلس 1، 2 اوفر ساين سيتا بلس 1 زائد الاي اكس سي اللي هي 1 على 12 في الويتس 1.8 في البعد العمودي اللي هو 2 كيوب، على الواي سي برضو 2 اوفر ساين سيتا بلس 1 في الاريا. طبعا كل ده هيطلع معاك برقم في الاخر، كل الارقام دي عندك. يبقى من هنا تقدر تجيب ال ال تمام من المعادلة دي وتطلع لك برقم برضو، بعد كده تعوض بقى في المعادلة بتاعت سميشن المومنت وهتقدر منها انك تجيب الوزن. دي كده اهم المسائل اللي في البلين سيرفيس، باقي مسألتين بس في الشيل برضو نفس الفكرة، مفهومش حاجة جديدة يعني. بعد كده ان شاء الله المرة الجاية هنكمل على الكيرفت سيرفيس.